صالح مو مسكين شاب كأي شاب طموح كان كيفكر باش يمشي يساعد الأسرة ديالو وداك الشيء، مشى لديار المهجر للسعودية وقعوا لي مشاكل كثيرة في السعودية، ولأنه هو يا دري متخلاق ومتربي مرضاش لهذاك الشيء ولهذيك العبودية وداك القهر اللي كيعيشوا بعض الناس تما كاينه. فمسكين بعد هذيك الفاجعة اللي وقعت لي تما كاينه، هذيك الحادثة ديال السير اللي هي غير مفهومة، اللي احنا عندنا بأنه سوى حادثة سير في السعودية، ولكن الأخبار اللي احنا تلقينا أنه مضروب برصاصة في الراس دياله. فأنا كنناشد السلطات المختصة في الموضوع وخصوصا وزارة الخارجية باش يفتحوا شي تحقيق بالنسبة لهذا الشاب، لأن هذا الشاب مسكين هو المعيل الواحد ديال الأسرة ديالهم، الأم والأب والأخت والأخ، حمودة مشى باش يساعد والديه، ومن يوقعوا لي هاد المشاكل وداك شي حشومة حنا نتخلاو عليه. حنا كلنا الشعب المغربي كامل غادي نتحاسبوا أمام الله لما وقفناش مع حمودة فهاد المحنة ديالو هادي، الله يرحمه مسكين. فأنا كناشد السلطات وكنزيد نركز على السلطات خصوصا وزارة الخارجية تفتح لنا شي تحقيق في هاد الموضوع ديال هاد الشاب ديال حمودة اللي راح ضحية ديال هذاك الشعب اللي هو اصلا شعب فاسد، وحنا كنعرفوا العلاقات السياسيه ما بينهم وكل شيء كنعرفوا. حنا بغض النظر على هادشي حنا ما بغيناش ندخلوا في شي متاهات اخرين، حنا بغينا نفتحوا تحقيق وزاره الخارجيه ديالنا تعطينا قيمه ديالنا وتعطينا هيبه ديالنا كما هما السعوديين كيوقعوا لهم مشاكل هنا في المغرب. حنا كنقراو الجرائد وكنسمعوا وكنعرفوا بلي الشعب السعودي ما كيتخلاش على الرعاية ديالو رغم انهم كيكونوا دايرين مشاكل اللي هي قبيحة وخيبة. حمودة مسكين جا مريض مجاب باراليزي مضروب في راسو، تيقول لك عنده خطأ طبي، ابقى هنا مدة ديال شهرين، حتى هنا يا قصروا في الرعاية ديالو، صراحة قصروا في الرعاية ديالو. وخويا احنا ضيخين ما عندي ما غنقول لك الكلام كتير، انا كنناشد السلطات باش يفتحوا لنا شي تحقيق فهاد الموضوع هذا. وشكرا للصحافة وشكرا للإعلام، والله ينصر سيدنا يوقف هو اللي كيوقف معانا، هو اللي هزنا فهاد البلاد، هو اللي كيوقف معانا فهاد المواضيع. حصريا على موقعنا، هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبه، نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة، نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.